سلمى، وإلى مساحة جديدة من مساحات صباحنا، غير تعتبر مشكلة الخجل من المشاكل الشائعة عند الأطفال، وخاصة عند الذهاب إلى المدرسة بالمراحل الأولى والخروج من دائرة الأهل والمنزل. لنتعرف أكثر على هي الظاهرة وضمن مساحتنا التربوية. بيسعدنا نرحب باختصاصية التربية الخاصة ريم سعد. يسعد صباحك. اهلا وسهلا، واهلا صباح وسهلا النور، فيكي. يسعد اوقاتكم. يا يا هلا هلا، فيكي. يسعد صباحك. يسعد يعني صباحكم. دائما استاذه ريم بنسال هيك، انه الطفل الخجول هو علامه من علامات الانطواء والعزله تمام. الاجتماعيه، لكن الطفل لما بيروح على الروضه او على المدرسه يمكن المفروض بيتغير شوي. لما بلاقي طفل خجول بالروضه، ليش؟ شو السبب؟ تمام. هلا نحن يمكن بدنا نميز اكثر بين القلق والخجل. القلق، هلا الطفل بيروح على الروضه هو بيكون عندنا مشكله بقلق الانفصال، قلق الانفصال عن عن الام. الوالدة. تمام. هي لها ترتيبات، هي كثير شبيهه بالخجل اللي بيكون عند الاطفال. غالبا الخجل اللي نحن بنشوفه عند الاطفال بيكون نتيجه التربيه الشديده للاهل، او انه نحن دائما بنلبي كل الاحتياجات ونحن ما في داعي انه هو يكون يقوم بمهام معينه، هو نحن بنريحه، نحن بنعمل هي عنه، فبصير هو اجتماعيا شوي ما عنده هي المبادره، ما بيقدر ينسجم مع المجموعات. مهمة الروضة، نحن وقت بفوت على الروضة بكون الطفل خجول. إذا طفل قلقان من إنه ينفصل عن ماما، فنحن طبعا بنحتويه أكثر، بنحاول نساعده، بنعزز ثقته، بنرجي إنه لا، في لإله كمان يكون أشخاص داعمين لإله، واقفين بيوجهوه تحت رعايتهم. هو حيكون لإله الروضة جزء تاني من العيلة، بس بغير مفاهيم بغير عمل. الطفل الخجول وقت بيجي على الروضة كمان، طبعا احنا بدنا نلفت لشغلة كتير مهمة، انه احنا وقت نشتغل على الطفل الخجول ما بنشتغل، يعني هي الامور بتاخد اشهر مو ايام ولا اسابيع، لانه احنا عم نقلب بشخصية الطفل، يعني عم نقلب، عم نحط استراتيجيات جديدة يتعامل فيها لحتى يخلص من هاي المشكلة، ما ترافقه بمراحل الطفولة المتأخرة او حتى بالمراهقة والرشد. فمشان هيك نحن هذا الطفل بنتولاه برعايتنا، بيكون له برنامج خصوصي لإله بالاتفاق مع الأنسات اللي هن مشرفين عليه داخل الصف، مع الارتباط يعني التربيط مع الأهل. كثير مهم تربية المدرسة أو الروضة مع الأهل لحتى يكون الشغل متقن ومنجز. خلينا نحكي عن دور المعلم ودور الأم في مساعدة هذا الطفل ليتخلص من هاي المشكلة. تماما. هلا دور المعلم، كون الطفل صار تحت رعايته بفتره من الزمن، فنحن غالبا بنبلش بنوكل له مهمات، مهمات بسيطه بتتصاعد شوي شوي بالصعوبه، بالمقابل لها بيكون في تقدير ذات له. كيف يعني؟ يعني احنا اذا طلبنا منه، ممكن انه طبعا هي بالنسبه له بتكون مواقف صعبه، يعني على سهولتها بتكون مواقف صعبه، فمشان هيك نحن مثلا ممكن اطلب منه انه يروح لصف ثاني يحضر شيء للمعلمه، او مثلا ممكن انه يودي مجموعه من الاوراق او او او، فمشان هيك وقت بيرجع فبيكون في اثناء عليه انه انا كثير مبسوطه انه انت قدرت تعمل هاي المهمه، وبنطلع فيها هي بالتدريج. ممكن يصير مسؤول عن مجموعه من الاطفال بانه يعملوا مهمه مع العيله، بنربط بانه نحن اكثر تكون الاجتماعيات تبع العيله اكثر، يعني انه يكون بالعيله وقت نحن نجتمع فنحن نمدحه للطفل بالاشياء اللي بيعملها، يعني ممكن مثلا مساعده ماما كانت، ممكن ترتيب، ممكن اي شيء، وقت تكون مجموعه العيله، مجموعه حدا من الاقارب، فنحن نثني عليه قدام العيله مشان هو تكون رح يحل عنده تقدير الذات. غالبا الطفل الخجول بيكون تقدير ذاته كثير منخفض، فمشان هيك نحن بنشتغل على تقدير الذات عنده، فمن الطبيعي انه تروح هي المظاهر. اذا كانت التربيه شديده فنحن طبعا بنتواصل مع الاهل بانه نكون، يعني يكون في دائما في اعتدال، ان كان بالتربيه ولا بالتعليم في شيء من الاعتدال، تكون التربيه معتدله من وعي الاهل للمساوئ خجل ابنهم، انه لا، ما نحن بالاخص عند الاناث نحن كثير بنمدح الخجل عند الاناث بصيغات مثلا مؤدبه كثير، ما بتحكي، ما لها طلبات، ما بتعمل، ما بتساوي، نحن عم نزرع فيها صفات الخجل وعدم المطالبه على الكبار بابسط الحقوق تبعها. نحن مثلا ممكن نشوف هلا صبايا
بنشوف اكثر طبعا شائع عند الصبايا انه هن ما عندهم قدره يطالبوا بابسط حقوقهم، ان كان بالعمل، ان كان ضمن العائله، ان كان ضمن مجموعه من الاصدقاء. بيكون هذا الخجل تحول لمظهر مرضي صار اكثر، يعني بغير تسميات. فنحن لا، الطفل لازم يطالب بحدود، طبعا بحدود التربيه لازم يكون له دور، لازم يكون له حدود. ما كثير ننبسط قدام العيله ما بيحكي، ما له طلبات، كثير مؤدب، كثير مهذب، ما بيرفع عينه. لا، نحن بدنا نعمل شخصيه متوازنه. اسالك ريم، يعني قبل ما نختم حديثنا اليوم، كيف بتقدر السيده هي تفرق بين الام بين الخجل المرضي اللي هو ممكن يتطور ويعمل مشاكل سلوكيه واضطرابيه عند شخصيه الطفل، وبين الخجل الطبيعي اللي هو ممكن يكون موجود اصلا بشكل طبيعي عند الطفل؟ تماما. طبعا التربيه غير الخجل. التربيه لها حدود وقواعد بحسب كل عائله بمعايير معينه. الخجل حيرافقه عند الطفل مجموعه من المظاهر السلوكيه، يعني مثلا انه يفرك ايديه، يعمل هيك بايديه، او مثلا راسه الارض، او يتلبك يتأتئ، يكون في عندنا تأتئة بالحديث، او مثلا انه يفرك شعره او يلعب بشعره او ينتف الرموش او الحواجب. في كتير مظاهر فيزيولوجية بترافق، أو نحسه مرعوب، وشه أحمر صار، قلبه خفى، أو لا ما بدي، خلص بعدين. يعني في إيه متلازمة، حتى هاي الكلام اللي أنا هلأ قلته هو أشياء كلامية نحن نسمعها من الأطفال الخجولين. هون نحن عنا أطفال خجولين حتى بالمدرسة، إنه بيبعتوا مثلا إنه ما بيشارك، ما بيرفع إيده، ما بيبادر. هو الطفل اللي ما له علاقة بأي نوع من أنواع المبادرة، لأنه ما عنده الجرأة يقوم قدام مجموعة حتى لو كانت عيلته ويعمل المهمة، مشان ما ينقال عنه أنه هو ما بيعرف. أما بالنسبة للطفل خلينا نقول التربية العادية، فهي الحدود العيلة الطبيعية. نعم، يعني بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا ريما، ولكل النصائح القيمة اللي قدمت لنا إياها لليوم. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. شكرا لك ولكل المعلومات. أهلا وسهلا.